Bonjour mes élèves en quatrième année première, premier semestre 2020. Avec vous, Monsieur Hamdi Ahmed. Leçon 1. Exercice. بعد ما درسنا المرة اللي فاتت الألفا بي فرنسي، دلوقتي هنحل تدريبات على الدرس الأول. Exercice numéro 1. Associe. Il y a 5 mots et 5 images. عندنا خمس صور وخمس كلمات، هنوصل الكلمة بالصورة المناسبة. نحل مع بعض. école، école بمعنى مدرسة. numéro 2 livre، livre بمعنى كتاب. numéro 3 règle، règle بمعنى مسطرة. numéro 4 stylo، stylo بمعنى قلم جاف. numéro 5 garçon، garçon بمعنى ولد. excellent. نكمل نفس الكيستيون بكلمات مختلفة. avion، avion نوصلها بطيارة. numéro 2 crayon، crayon يعني قلم رصاص. numéro 3 fille، fille نوصلها بصورة البنت. كلاكسون، كلاكسون نوصلها بصورة الجمارة أو البوق. أورانج، أورانج هنوصلها بصورة البرتقال. إكسلون. هنكمل نفس الكيستيون بكلمات تانية. تابلو، تابلو يعني سبورة. فاش، فاش صلها بصورة البقرة. إكسيليفون، إكسيليفون صلها بصورة الإكسيليفون. أن، أن صلها بصورة رقم 1. جب، جب بمعنى جيب. إكسلون. إكسرسيز نمرو 2 كومبليت أفيك U G I A U. il y a 5 mots، في خمس كلمات كل كلمة فيها حرف ناقص، هنكملها بيه. numéro 1 pennon، pennon excellent. الحرف اللي ناقص هو حرف ال A. numéro 2 fille، fille الحرف اللي ناقص هو حرف ال E. numéro 3 deux، deux حرف ناقص هو حرف ال U. numéro 4 orange، orange برافو الحرف ناقص هو حرف ال G. numéro 5 mer، mer ناقص حرف ال U، ال U. excellent. نكمل نفس الكيستيون بكلمات أخرى. complete avec O C R L Y. numéro 1 vache، vache لتر اللي ناقص الحرف ناقص هو حرف S. numéro 2 crayon، crayon الحرف اللي ناقص هو حرف ال Y. numéro 3 klaxon، klaxon الحرف اللي ناقص هو حرف ال L. numéro 4 زو، زو حرف اللي ناقص هو حرف ال O. numéro 5 بير، بير حرف اللي ناقص هو حرف ال R. تمام. كيسيون numéro 3 ميت ان اوردر، ميت ان اوردر يعني رتب. الكلمة دي متلخبط حروفها، هنعيد ترتيب حروفها عشان تديني الكلمة صح. والكيستيون ده هسيبه لكم بقى ديفوار، واجب، وهنشوفه مع بعض المرة اللي جاية في الكلاس، في الفصل. أوروفوار.